السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم الثلاثاء الرابع من رمضان لعام 1438 للهجرة الموافق 30 من مايو لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن اتهام بعض الشباب له بالتساهل في مسألة العذر بالجهل ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أنه لا يخرج عما ذكره كلام أهل العلم العلماء كابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وقبلهما ابن حزم وقبلهم الشافعي وكل أئمة السنة رحمهم الله. اعتبر النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي بأنها الموازنة الأصعب في تاريخ مصر، متابعا في كلمته خلال الجلسة العامة: أنا لن أوجه كلامي لوزارة المالية لكن للحكومة ككل، وأنا بقول لرئيس الوزراء قل لي إزاي بتنام وفي هول اسمه الفوائد بيأكل الشعب المصري وبيأكلنا. حصل النائبان محمد صلاح خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور وخالد أبو خطيب عضو مجلس النواب عن الحزب بدائرة أبو المطامير وحوش عيسى في محافظة البحيرة على موافقة وزارة الصحة بتوفير جهازي السونار والسي آر الخاصين بمستشفى حوش عيسى. حصل النائب محمد فيصل عبيدي عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ على رد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تأخر إجراءات تعيين الإداريين وأمناء المعامل بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأفادت وزارة التربية والتعليم في ردها بأنه جار العمل بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنهاء إجراءات التعيين الخاصة بهم. أعلنت مصادر سورية رسمية عن ارتفاع ضحايا الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي بالقذائف الصاروخية لمنازل الأهالي في حيي الجورة والقصور بدير الزور إلى 15 قتيلا و52 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء وبينهم 6 حالات حرجة في خلال 24 ساعة الماضية. قرر المجلس الأوروبي تمديد إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد النظام السوري حتى الأول من شهر يونيو عام 2018. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع القيادي السوري المعارض رياض حجاب اليوم الثلاثاء، وأكد دعمه للمعارضة بعد يوم من اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداعم الرئيس لبشار الأسد. أدان المجلس الوطني الفلسطيني وبشدة ما قامت وتقوم به الحكومة الإسرائيلية ورئيسها من سياسات وإجراءات تهويدية بحق مدينة القدس المحتلة، وآخرها عقد اجتماعها الأسبوعي في أحد الأنفاق أسفل حائط البراق، وذلك في رسالة سلبية لمجمل عملية السلام ولتوجه الولايات المتحدة بعد زيارة رئيسها ترامب إلى المنطقة والتي دعا خلالها إلى إحياء عملية السلام. أكد وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين أن 60% من الصيادين اليمنيين لا يستطيعون مزاولة عملهم نتيجة الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن انفجار عبوة ناسفة IED بدورية أمنية وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف ذات الأغلبية الشيعية، ما نتج عنه إصابة فردي أمن وتم نقلهما إلى المستشفى. أطلقت إدارة شؤون الزيارة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حملتها زيارتكم أسعدتنا، وذلك من خلال عدد من المواقع داخل المسجد النبوي وساحاته التي تقوم من خلالها باستقبال القادمين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة التراويح بالطيب والبخور ودهن العود وتطيبهم بها. لقي شخص وطفلة صغيرة مصرعهما وأصيب 4 آخرون بإصابات بالغة نتيجة سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل مدنيين بمنطقة الكيلو 17 جنوب رفح. وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح اليوم على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر. قال السفير محمد حيدر سفير مصر في غانا إن وفد الاتحاد الغاني للنقل الجماعي الخاص وهو أكبر اتحادات النقل ويضم حوالي 1,000,000 عضو قد غادر اليوم للقاهرة للتعاقد لتوريد صفقة كبرى من الأتوبيسات متنوعة الطرازات وسيارات الركوب إلى غانا.
وقع الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وصالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك السعودية على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية والآخذة في النمو والارتفاع، حيث تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لمصر عربيا. قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن سبب تأخر المجتمع المصري وظهور أحداث عنف به جاء نتيجة أننا لم نتعامل على قدر المسؤولية فضلا على إهمال التراث الإسلامي. وأوضح شيخ الأزهر خلال برنامج الإمام الطيب أن المراحل الممنهجة لهدم التراث والنيل من الإسلام يبدأ بالتراث ثم السنة النبوية الشريفة وهدمها كخط دفاع ثاني للهجوم على القرآن لمسح هوية الأمة. في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قام الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء بزيارة مصابي حادث المنيا بمستشفى معهد ناصر، يرافقه كل من الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك للإطمئنان على حالة المصابين وإبلاغهم دعوات فضيلة الإمام الأكبر لهم بتمام الشفاء. أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 9700 معتمر سيغادرون اليوم الثلاثاء على 45 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط السعودية وشركات الطيران الخاصة إلى الأراضي المقدسة في إطار الجسر الجوي الذي بدأ أواخر مارس الماضي. قال الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية إن مصر تستورد منتجات بترولية في السنوات الأخيرة بمعدل يتراوح بين 13 و14 مليار دولار. كشف المهندس محمد سعد جيدا رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب أن حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال العام الماضي بلغ نحو 600 مليون جنيه، لافتا إلى أن حجم مرتبات وأجور العاملين بالشركة تبلغ 55 مليون جنيه شهريا. قامت الرقابة الإدارية بضبط كل من ألف عين رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية وألف حاء مدير الشؤون القانونية والمهندسة راء ألف بالشؤون الهندسية بالمركز عقب تقاضيهم مبلغ 325 ألف جنيه رشوة من ألف تاء موظف بالتربية والتعليم مقابل إصدارهم له ترخيص بناء مبنى خدمي بالمخالفة للشروط بمدينة القنطرة غرب، وجري عرض جميع المتهمين على النيابة العامة. أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 75.3%. قالت عبير هاني إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في لقاء تسجيلي عبر قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم تخصيص خط واتساب للتواصل مع أولياء الأمور واستقبال الشكاوى الخاصة من التجاوز في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية على رقم 012-725-48-64. أنهت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الاستعدادات لصرف سلع مقررات البطاقات التموينية بالمنحة الرمضانية التي تصل إلى 14 جنيها لكل فرد على البطاقة لمرة واحدة خلال شهر يونيو ليبدأ الصرف من الخميس المقبل. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي الدنيا كلها سوق، مقطع فضيلة الشيخ أحمد فريد، علاقة البر بالتقوى، واحد من سلسلة مع القرآن بين يدي رمضان، فضيلة الشيخ سعيد حماد، المحاضرة 35 من سلسلة تفسير سورة صاد، فضيلة الشيخ ياسر برهامي، القرآن والتربية 10 بنو إسرائيل وبيان انحرافاتهم والتحذير من سلوكياتهم من سلسلة دورة التدبر والتربية بالقرآن الشيخ سعيد السواح. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي إشراقات بالقرآن نحيا وبالسنة نهتدي، واحد كتبه سامح بسيوني. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي، حكم تشغيل القرآن في البيت دون إنصات له أو عند مغادرة البيت طلبا للبركة وطردا للشيطان. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.